كيف يكون التعبد لله في نصف الليل غير الصلاة وعند الإطالة في الركوع والسجود؟ ماذا أقول غير سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى؟ أرجو منكم إفادتي وتوضيح ذلك، وإن كان يوجد بعض الكتب في ذلك أرجو إرشادي إليه، جزاكم الله خيرا. تقول في الركوع والسجود بعد الإتيان بتسبيحات سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال 10 تسبيحات في الركوع والسجود، ثم بعد ذلك يدعو بعد الواحدة إذا اقتصر عليها أو الثلاث إذا اقتصر عليها أو العشر إذا اقتصر عليها، فإنه يدعو بما تيسر له من الأدعية لأمور دينه وأمور دنيا، ويدعو لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين، ويدعو بنصر الإسلام وعز الإسلام، فالمجال مفتوح للدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم رغب الدعاء في السجود ورغب في الإكثار منه لأنه مظنة الإجابة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.